أهلا بكم. البداية مع العناوين. قبل أيام على جلسة الأربعاء، هؤلاء مترددون، فهل يقلبون لبوينتاج؟ مواقف رئاسية عالية اللهجة وكلمة لباسيل الثلاثاء. رؤية فرنجي الاقتصادية عموميات بلا تصور إنقاذي واضح. من زحل تليتون سطوح بيروت كرمال ما تسكر الدار. في صيف لبنان أنفي على خارطة السياحة البيئية والثقافية والتراثية. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وكذلك تيك توك. ثلاثة سيناريوهات لجلسة الأربعاء. السيناريو الأول ألا تعقد الجلسة أصلا، إما لسبب طارئ غير منظور أو لعدم اكتمال النصاب لانعقاد الدورة الأولى. السيناريو الثاني أن يكتمل النصاب لانعقاد الدورة الأولى وأن يجري التصويت ثم ينفرط عقد الجلسة منعا لانعقاد الدورة الثانية. السيناريو الثالث أن تعقد الجلسة في دورتيها وأن يكون للبنان اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء 14 حزيران 2023 رئيس جديد. السيناريو الأول محتمل في ضوء التخوف العام غير المستند إلى وقائع حتى الآن من حدوث تطورات معينة أمنية أو غير أمنية تحول دون حصول الجلسة، أو في حال قرر 43 نائبا عدم الحضور إلى المجلس في الأساس. السيناريو الثاني مرجح بناء على المواقف المعلنة للأطراف الذين يؤكدون الحضور والتصويت لهذا أو ذاك من المرشحين أو بالورقة البيضاء، على وقع التصريحات الصادرة عن وزراء ونواب ومسؤولي الثنائي الملوح بالدستور بشكل يفهم منه تطييرا مسبقا للدورة الثانية. أما السيناريو الثالث فهو الأضعف أو ربما المستحيل، إلا إذا حصلت معجزة وتخلى المتعنتون عن مواقفهم وسلموا بالميثاق وأدركوا ولو متأخرين أن التجديد لمنظومة الفساد من بوابة بعبدة لن يمر. قبل الدخول في تفاصيل الأخبار نشير إلى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلقي كلمة الثلاثاء المقبل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي تنقل مباشرة على الهواء. المترددون صفة تلاحق عددا من النواب الذين لم يحسموا بعد خيارهم الرئاسي أو أقله لم يفصحوا عنه، فمن هم وما هي اتجاهاتهم الانتخابية؟ ريتا نصور أنجليني. أكثر من 20 نائبا لا يزالون رماديين ولم يعلنوا بعد موقفهم بالنسبة لمنازلة فرنجي أزعور المرتقب الأربعاء. ستة نواب من الاعتدال الوطني يحسمون قرارهم الاثنين في اجتماع مطول سيعقدونه، ومصادرهم تقول لن نكون جزءا من الاستقطاب الحالي، أي لا فرنجي ولا أزعور. أما الاتجاه النهائي فلم يحسم بعد لناحية التصويت بورقة بيضاء أو اسم ثالث أو تبني شعار معين، وإن كانت دفة الورقة البيضاء أكثر ترجيحا. نائبات طشناك أغوب باكرادونيا وأغوب تيرزيان سيتخذان قرارهما النهائي عشية الجلسة أي الثلاثاء، وهنا المعلومات متضاربة حيال موقفهما، ففيما تؤكد بعض الأجواء أنهما لن يكونا خارج التوافق المسيحي العام على أزعور، تشكك مصادر أخرى بهذا الأمر وتعتبر أنهما لن يكونا جزءا من أي اصطفاف لا يوصل إلى رئيس إلا إذا كان صوتهما أساسيان لحسم رئاسة فلان أو علتان، علما أن صوت النائب جورج بوشيكيان محسوم لفرنجية. النائب التغييري الياس الجادي حسم موقفه بالتصويت لزياد بارود، وهذا هو الخيار المرجح أيضا بالنسبة لسينتيا زرازير وحليمة أعور.
أما نواب التغيير الستة الآخرين الذين لم يعلنوا بعد قرارهم النهائي، أي بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة صليبة، ياسين ياسين، إبراهيم نيمني، وفراس حمدان، فيجتمعون الأحد لاتخاذ القرار الأخير، ويبدو أن ثلاثة منهم سيكونون إلى جانب أزعور، فيما سيبقى في المنطقة الوسطية ثلاثة من دون حسم تصويتهم بورقة بيضاء أو لاسم آخر كبارود. على الخط نفسه يسير نواب مستقلون آخرون كعبد الرحمن البزري، أسامة سعد، وشرب المسعد، حيث لم يقرروا بعد التصويت بورقة بيضاء أو شعار أو اسم ثالث، لكن الأكيد لا فرنجية ولا أزعور. يبقى النائبان نبيل بدر وعماد الحوت، حيث ترجح بعض المعلومات تصويتهما لأزعور، في حين لم يعرف أي موقف للنائب جان تالوزيان، وقد تعذر الاتصال به لأكثر من مرة. أما بالنسبة لتكتل التوافق الوطني المؤلف من خمسة نواب، فيصل كرامي، محمد يحيى، حسن مراد، عدنان طرابلسي، وطه ناجي، فسيجتمع الثلاثاء لبت موقفه، علما أنه بات شبه محسوم التصويت لفرنجية. عن رؤية المرشح الرئاسي سليمان فرنجي الاقتصادية، تصريحات قليلة بالعموميات ولا تصور إنقاذي واضح. التفاصيل في تقرير الزميل جورج عبود. مع صعود ترشيح ميشيل معوض ودخول جهاد أزعور على خط المنافسة الرئاسية، انحصر الاستحقاق بين كل من الأخير وسليمان فرنجية بجلسة 14 حزيران القادم. بغض النظر عن لعبة الأسماء، الأهم اليوم وما يعني المواطن بشكل مباشر هو وجود مشروع واضح لإخراج لبنان من الحفرة يلي عم يتخبط فيها، وخاصة بما يتعلق بالمعضلة الاقتصادية. على خط المبارزة بينطلق أزعور متقدما بنتيجة 1-0 على فرنجية، ففي رصيد أزعور أنه وزير مال سابق، كما مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي حاليا. ولكن بالمقابل ماذا عن فرنجية؟ متابعين بيتوقفوا أمام تصريحات المرشح فرنجية، فإلى جانب أنها شحيحة، يرصد أيضا أن الأخير وبالشق الاقتصادي بيكتفي بالحديث عن عناوين عريضة فقط وبيبقى بالعموميات. وتصريحه الأخير من على منبر بكركة بعد لقائه البطريرك الراعي خير دليل. موضوع مثلا بحكوك الاصلاحات، انه نحن يعني شيء بديهي نمشي بالاصلاحات، شيء بديهي نمشي بالاي ام اف، شيء بديهي ندعم اي حكومه تركب لدعم الاصلاحات. وانا بعتبر مثلا ما بنعرق هذا الكاركتير، يعني انا اليوم قال له شو بك بتنفخ على اللبن؟ قال له الحليب كويلي، يعني ما حدا مطرحهم. لا نحن منا الكاركتير بغير، نحن ندعم اي حكومه تعمل إصلاحات وندعم رئيس الحكومة. أنا مني بمحل، أنا بعمل برنامج، أنا بعمل رؤية وعندي رؤية، ولكن بس نحن بنقول أي حكومة عندها برنامج إصلاحي نحن معها وداعمينها، ولا بل بدنا نجرب نضل مواكبينها ومراقبينها تتعمل هالإصلاحات. بل أبعد من ذلك، يحرص فرنجية على رمي كرة النار الاقتصادية بالملعب الحكومي. بدك حكومة ناس أصحاب قرار جوا، بدك حكومة تفوت بتعمل اجتماع بتطلع قرارات، وقرارات بتترم وبتنعمل، مش انه تثلو. بعدين الحكومة مش للناس، يعني ناس بدها تتحمل مسؤولية. بلد منهار ونشوف كيف بدنا نجرب نثبت سعر الصرف، نجرب نرجع نبني اقتصاد نوصل لصفر عجز قد ما فينا، ما بدنا نمو هلا تنقدر نقلع، تنقدر نجرب نحط كم قانون يتنفذوا كم شغلة، تنقدر نقلع بخطة اقتصادية صحية مرتبة. بدي أسمع رؤيتك الاقتصادية. يعني البلد منهار اقتصاديا، البلد مفلس، صحيح. كيف ممكن الواحد ينهض من هالتفليسة؟ من 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 عناوين، يعني لأنه أنا إذا بدي أحكي بخطة اقتصادية بدي أعملها مش شغلتي أولا، ثانيا مش صلاحيتي إذا كنت رئيس جمهورية. هلا هن مثلا بيقولوا لك نحن بنعتبر هول الودائع راحوا للبنانية، أنا بقول لا ما راحوا، بدنا نلاقي طريقة، نلاقي جدولهم، نلاقي لهم طريقة. من أولى أولويات الرئيس العتيد أنه يكون على دراية بتفاصيل الأزمة الاقتصادية، ومن أقل الواجبات أنه يحمل تصور إنقاذي. فهل فرنجية قادر على أنه يكون رجل المرحلة المناسب؟ وفي ذكرى مجزرة إهدن كلمة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تطرق فيها إلى الشق الرئاسي. المطلوب انه يحطوني ويصوروني اني مرشح فريق، هذا قبل ما الرئيس بري يطرح اسمي بشهور، وقبل ما السيد حسن نصر الله يأيدني بشهور، كان بدهم انه انا مرشح هذا الفريق. انا ماني مستحي اني انتمي الى مشروع سياسي، ما بحياتي استحيت فيه،
بس ولكن أنا بقول شغلي، أنا عندما ترشحت وعندما أطرح حالي وبال 2016 وبكل الظروف، بعرف أنه عندما أصبح رئيس رح كون لكل اللبنانية. هلأ كل شيء تخيلنا إلا هالفرقة اللي كانت بيناتهم يرجعوا يجتمعوا. طب سنة 88 هلأ أحلى شيء، أحلى شغلة قالوها إنه تقاطعنا، ما كذبوا على الشعب اللبناني، تقاطعوا. بس عشو تقاطعوا علي؟ وقت قلنا لهم تقاطعوا علينا بال 2016 شو قالوا؟ لا 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 لا، الوحدة مسيحية، وإجوا المطرين لعندي ويلا، وأنت ما لازم توقف ضد الوحدة المسيحية ويا عيب الشوم وما بعرف شو، لأن خي هو متفقين علينا. قال لا لا لا، اتفقوا. طيب إذا هالاتفاق اللي عملوه مضوه وتفاهموا عليه هل قد منيح؟ ينشروا، لازم نعلموا بالمدارس خي انه هذا الاتفاق شغله، اذا مش مستحيين فيه، اذا شايفينه اتفاق لمصلحه لبنان ولمصلحه المسيحيين ارجونا. المشكله لا حزب الله ولا شيء، المشكله اي مسيحي منفتح ممكن ياخذ المسيحيه على لبنان مش على الطنطون. وفي الذكرى أيضا أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى مجزرة أهدن إلى أنه حين تخرج الممارسة السياسية عن سلم الأخلاق والقيم تقع الجريمة. الدين يفتح الباب أمام التوبة والغفران لكنه لا يلغي الخطيئة. مجزرة 13 حزيران تبقى جرحا عميقا بذاكرتنا وذكرى شاهدة على العنف السياسي ومثولة لتحريم تكرار الجريمة في مجتمعنا ووطننا. ومهما بلغت درجة الخلاف بيننا يلي سامحوا كبار، وإذا في ناس بعد ما تعلموا بيبقوا خطر علينا. وأكد بأن المهم أن نكون جميعنا على مستوى التضحيات والشهادات. ترأس النائب جبران باسيل إلى ذلك اجتماعا للمجلس الوطني في التيار الوطني الحر، انتهى إلى إجماع بتبني القرار المتخذ على صعيد الهيئة السياسية والمجلس السياسي بالتصويت للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة التزام جميع النواب بالتصويت لأزعور من دون أي خيار آخر أو أي عذر. وسجل أعضاء المجلس الوطني امتعاضا من أن يظهر أي نائب خروجا عن قرار القيادة وإرادة القاعدة التيارية، وأكدوا الالتفاف حول رئيس التيار لترسيخ هذا الموقف. شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال عظته في قداس الإلهي بمناسبة الذكرى العاشرة لتجديد تكريس لبنان والشرق لقلب يسوع الأقدس ومريم الطاهر في بازيليك سيدة لبنان في حريصة على أن اللبنانيين في لبنان وخارجه كما سواهم من الدول المحبة للبنان ينظرون إلى الأربعاء المقبل 14 حزيران الحالي، وهو يوم يدخل فيه النواب مجلسهم لانتخاب رئيس للجمهورية. الشعب ينتظر انتخاب رئيس ويصلي لهذه الغاية، فيما الحديث الرسمي بكل أسف يدور حول تعطيل النصاب، الأمر الذي يلغي الحركة الديمقراطية ويزيد الشرخ في البلاد ويسقط الدولة في أزمات أعمق. إن سعينا في البطريركية لدى كل الأفرقاء يهدف إلى انتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرد على الآخرين، وإننا نحرص على أن يبقى الاستحقاق الرئاسي محطة في مسار العملية الديمقراطية المطبوعة بروح الوفاق الوطني والأخوة الوطنية الضامنة لوحدة لبنان بجميع أبنائه، وإن اختلفوا في الخيارات الانتخابية وهذا أمر طبيعي. وما يعزز هذا الحرص عندنا هو أن كل الأطراف السياسية والمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية يعتمدون لغة التوافق والحوار بعيداً عن كل أشكال التحديات والانقسامات الفئوية أو الطائفية، ونطلب من وسائل الاتصال الاجتماعي
احترام الحقيقة وعدم تأجيج نار الفتنة بالأكاذيب وباقتناص الكلمات من خارج سياقها. رئاسيا أيضا لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال عشاء لمنسقية البقاع الشمالي في القوات إلى أن ما يسمع كلام حركة أمل وحزب الله عن الحوار مع بداية الفراغ الرئاسي يصدق أنهما يريدان الوصول إلى نتيجة، لكن تبين أنهما لا يقبلا أي اسم نطرحه ولا يرغبان إلا برئيس تيار المرد سليمان فرنجي ما لن نقبل به. جينا تحت ضغط الأزمة من بعد اشتداد التعطيل ومن بعد ما تفهمنا بالمعارضة مع بعضنا، راحوا تفهموا هن وجبران باسيل، قدروا تفهموا على جهاد أزهور واتفقنا ورشحنا جهاد أزهور. شو عملوا هن؟ لا هذا مرشح تحدي. أخي كيف مرشح تحدي؟ معناتها أنه أي شخص من رشحه نحن خلص هذا مرشح تحدي. يعني عشوائي كنت رح لهم أوكي، لكن نحن مع سليمان فرنجي بصير مرشح تحدي، وبالتالي بطلب تكون إياه يمكن. وقداش قالوا حزب الله وأمل يخلي المسيحية يتفقوا بين بعضهم على مرشح تنمشي كلنا سوا. اتفقوا المسيحية مع بعضهم على مرشح، واتفقوا المعارضة مع التيار الوطني الحر على مرشح، وصار في اثنين مرشحين جديين، كل واحد مبلش ب 40-45 صوت، ورجعنا على العدية ذاتها. وظاهريا دعي الرئيس بري على جلسة، عمليا مش معروف شو راح يصير بهالجلسة. خلاص فريق الممانعة طرحه كتير واضح، يا انه بيجيبوا لي رئيس البلدية يا بلا ما تصير انتخابات رئيس الجمهورية. بعد ما تفهمنا تنسهل الأمور على جهاد أزهور، بلش اتفاجأ ببعض مرشحين محسوبين معارضة بطروحات عجيبة غريبة. مثلا بعض منهم بشي بيقولوا لا لا يا خيي نحن ما بدنا الصفافات. خيي شو يعني ما بدك الصفافات؟ محور الممانعة أكيد عم بيعطل وراح يضل يعطل لحديد ما يجيب مرشح له، ما راح نتركه يجيب مرشح له، هي على الأكيد مثل ما صار بهالمرحلة الأولى. أوكي بس الآخرين ما بعرف إذا عارفين ولا مش عارفين عم بيعطلوا هن هلا الانتخابات الرئاسية. شفتوا الآخرين غير محور الممانعة مستقلين أو غير مستقلين أو بعض التغييريين يروحوا هلا ويصوتوا لبدهم إياه، يصوتوا لحدا أوكي بتصير انتخابات رئاسة الجمهورية ب 14 حزيران. شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن بعض من رفض الوزير فرنجي كانوا يقولون ليس لنا معه مشكلة شخصية، ولكن مشكلتنا معه أنه مع حزب الله، وهذا يعني أن هذا البعض لديه معه مشكلة سياسية ليس لأنه مع حزب الله، وإنما لأن الوزير فرنجي لا يدخل بالدم في داخل البلد. نحن سنشارك يوم الأربعاء في جلسة انتخاب الرئيس، وسنصوت للوزير الفرنجي، لكن المقدمات التي حصلت حتى الآن بين الأطراف السياسية أي قبل جلسة الانتخابات لم تسلك الطريق السليم المبني على التوافق لإنجاز الاستحقاق في موعده. لذلك من الصعب أن تكون هناك نتيجة. لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في الاحتفال الذي نظمته بلدية حمين تحت لافتتاح سلسلة مشاريع إلى أن حزب الله يتصرف بإيجابية في الاستحقاق الرئاسي، وأضاف غيرنا يتصرف على طريقته، يتصرف وكأن الاستحقاق الرئاسي هو مكسب فئوي أو طائفي. غيرنا يتصرف على طريقته، يتصرف كأن الاستحقاق الرئاسي هو مكسب فئوي أو طائفي، ويريد أن ينجز هذا الاستحقاق بما يستجيب لمصالحه الفئوية والطائفية بعيدا عن هذه النظرة الإيجابية الكلية لمصلحة البلد. فرق كبير بين أن تدعم مرشحا مناسبا تريده أن يحفظ البلاد ويصون إنجازات شعبها، وبين من يدعم مرشحا لا يريده أن يصل وإنما يريد أن يعطل وصول المرشح الآخر. الفرق بالروحية، الفرق بالمنهجية، مش الفرق بس بالأشخاص. على أي حال الاستحقاق الرئاسي الذي أصبح موعده قريبا أو أحد
أحد محطات موعده على مرمى يومين أو ثلاثة من زمننا الراهن، نريده أن ينجز هذا الاستحقاق وأن ننتهي من هذه المعضلة وننفتح على مستقبل نرسمه لبلدنا نحقق فيه الشراكة الحقيقية. رئاسيا أيضا كشف النائب الياس جرادي عن توجهه للتصويت للوزير السابق زياد بارود لا للتصادميين كما سماهم. إذا في خيار ثالث الوزير زياد بارود وحضرتك قرأت له واقترعت له حضرتك أول مرة، يعني هل تقبلون به؟ أنا مرشح حطيت سلة اسمي وإن فيها هودة أرى فيها التوافق وهذا ليست محصورة، وإنما هذا تشبه ما نرى واقعية بالسياسة. الأستاذ زياد بارود، الأستاذ نعمت فريم طائر الجيش، والأستاذ زياد حي. وأنا لما سألت هذيك مرة عن طائر الجيش فجاب إذا كان هو المخرج طبعا، وهودي نرى فيهم نحن عنده من المناقب وعنده بنفس الوقت من القدرة مع داوم ملفات و بيشبهوا، ما بيشبهوا كله التنين، ما بيشبهونا كلنا بالقاع. مقدمات إخبارية تهاجم بالشخصي في أسرار اليوم. توقف معنيون ماليا عند الإساءات الشخصية لجهاد أزعور يلي عم تتعمد إحدى القنوات تكرارها بمقدماتها الإخبارية، معتبرين أنها خير تعبير عن العجز السياسي. تقلل أوساط الثنائي من أهمية عدد الأصوات يلي رح ينالها المرشحين بجلسة الإرمة، وتكرر تمسكها بفرنجية مهما طال الزمن ومهما نال من أصوات. جزم متابعين أنه تعيين جون إيف لوديريان مفدا فرنسيا جديدا للبنان لا يمكن أن يعني إلا إقرارا فرنسيا بفشل طرح المؤيدة تحت عنوان فرنجية سلام. جهاد أزعور قبل الثورة في تذكير اليوم. بس اليوم جبران باسيل برأيك وقعهم بالمصيادية يعني. لك شو جبران لعب لعب عليهم، شيطان رجيم جبران. جبران شيطان رجيم، يعني كنت أتمنى أنا أنه سمير جعجع يملك حنكة جبران باسيل. هلا انت قايلها قبل بس هو عم يعملها على الشر شوي. جبران شيطان رجيم، اسقط لهم كل نظرياتهم، طلعهم كلهم كذابين، انه انتم كل اللي كنتوا تحكوه عني كله كذب بكذب وكلام سياسي واتهامات سياسيه جابهم على ساحته. جبران لك انا بتعرف بيزعجني هاو الصحفيين الاغبياء اللي ما بيعرفوا شو اللي جبران من 6 أشهر صارع جهاد أزعور، معنا حكيتها مره شو بيجي بيقول لك اول من طرحه ولي جملة. يا حبيبي ولي جملة طرحه بعد 3 أشهر من جبران باسيل. جبران باسيل طرح جهاد أزعور وزياد بارود. صحيح ليه حاول يوصل سمير جعجع لعند زياد بارود، ما قبل سمير جعجع، عرفت كيف؟ بقي عند جهاد أزعور، جابوا لعند جهاد أزعور. شيطان رجيم جبران، دمرهم هذا ببلد محترم نفسه ما حدا بيعطيهم صوته لهود الزهران. هكذا اتهم التيار زورا في أكثر من ملف، فكيف يرد؟ بعد كل ما حدث منذ أحداث 17 تشرين، ها هي الحملات تتجدد على التيار الوطني الحر ورئيسه وأن من اتجاهات مختلفة، وها هو بعد كل ما فعله على الصعيد الوطني في هذا الإطار يتهم بأنه يعزل المقاومة من خلال موقفه من الانتخابات الرئاسية. مش التيار الوطني الحر اللي بيبرر مواقفه الداعمة للمقاومة، وأنا ما بعتقد أني سمعت أي تصريح رسمي من قبل أي مسؤول بالمقاومة يعني يتهم التيار الوطني الحر بأي شيء مما نسمعه بالإعلام أو بالصحف. فإذا بدنا نجاوب بس على ما يقال بالإعلام اليوم ما بنخلص، بنضلنا نجاوب كل العمر. ولكن التيار اليوم
كل العالم تعرف وعلى رأس المقاومة بأنه ما فعله التيار بالفترة الماضية دعما للمقاومة لا يمكن لأي فريق لبناني أنه يأخذ نفس هذه المواقف مهما كان قربه من المقاومة، حتى اللي بيعتبروا نفسهم لصقين بالمقاومة ولا مرة كانت مواقفهم هالقد متقدمة مثل مواقف التيار الوطني الحر الداعم للمقاومة. واللي بيأكد على أنه هذا الكلام كله هو كلام عار عن الصحة، أنه ليش اليوم في أي موقف للتيار نقال أنه هو غير باستراتيجيته، هو اليوم مختلف بفكرة الدفاع عن لبنان وسيادته وحماية المقاومة بما تؤمن المقاومة من قوة للبنان؟ هل هو يريد الاستغناء عنا؟ هل سمعنا أي تصريح يختلف عن تصريح التيار الوطني الحر السابق المعادي لإسرائيل واعتداء على لبنان؟ موقف النائب باسيل اليوم يشبه موقف جنبلاط في 5 أيار 2008، اتهام آخر يوجه إلى رئيس التيار الوطني الحر، وهكذا أتى الرد من عطلة. نحن نعرف بلبنان أنه كيف تعمل الكثير من وسائل الإعلام، أكيد مش كلها، في جزء منها يعمل بشكل نزيه جدا، ولكن نعلم أن البقية يعمل حسب إرادة المشغل. فاليوم إذا مطلوب الضغط على الموقف اللي أخده تيار الوطن الحر بمخص الرئيسي بهذا الأسلوب، فلا أعتقد أنه حتى المقاومة يعني ترضى بهكذا أسلوب التعاطي مع التيار الوطني الحر من قبل بعض الإعلاميين المقربين من هذا الخط. نعيد ونكرر موقفنا من سليمان فرنجي ليس شخصيا، يؤكد عطلة. بالشخصي ما بعتقد، أنا شفت عدة مرات اللقاءات اللي كانت عم تتم بداخل مجلس النواب بين النائب توني فرنجي والنائب جبران باسيل، وشفت أنه فيها كثير من الصداقة يعني والعلاقة الحميمة. وبالنسبة للرئيس للنائب السابق فرنجية، كان بيوم من الأيام مرشح نحن وياه على فرد لائحة بالشمال، يعني بالشخص نحن ما في شيء أبدا، ولكن نحن نرى مستقبل لبنان ومستقبل الشعب اللبناني بما خص ما وصلنا إليه من انهيار اقتصادي بأننا بحاجة لرئيس يمكنه إنقاذ البلد والوقوف بالمستقبل بطريقة مختلفة بمعالجة الأمور الاقتصادية والمالية. ورغم الخلاف الكبير في الملف الرئاسي، تبقى يدنا ممدودة وصدرنا مفتوح للحوار للوصول إلى جوامع مشتركة تؤسس لأرضية توصلنا إلى خواتيم سعيدة بالتفاهم مع الجميع، يختم عطلة. بعيدا عن الشؤون السياسية، لفتة إنسانية من جمعية سطوح بيروت، وهذه المرة كما كرمال ما تسكر الدار. فمنذ الخامسة عصرا وحتى منتصف الليل يتواصل جمع التبرعات لصالح دار السعادة في زحلي، وللوقوف على ما حققه 30 حتى الساعة تنضم إلينا الزميلة داليا دغر مباشرة من زحلي. مساء الخير سيد داليا. مساء الخير، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. أنت من الساعة 5 للساعة 12، قديش مهم الصمود؟ والله هو شعور كتير كبير. منه هين أنك تعمل 2-3 بظرف سنة، وهيدا استثنائيا نحن عملناه. كان في ضغط كتير كبير علينا من كل التفاصيل، لأنه يعني إذا بدك حرصنا على كرامة الختيارية بدار السعادة للمسنين هو اللي خلينا انه نعمل هيدي الهمه ونقول لا نحن لازم نعمل تلاتون. وبعرف انا قديش الزحالنه واللبنانيه بيتكاتفوا بهيك محلات تجاه كرامه الختيار، وهيدا الدار هو حاجه ملحه لكل انسان ما عنده حدا لحتى يبقى مستمر ولحتى يبقى بكرامته. بظل هالظروف الاقتصادية والمالية الصعبة يلي عم نمر فيها، قديش مهم هيك مبادرات مثل مبادرة تليتون؟ بتعرفي انه هلأ بهيدا الايام التضامن الاجتماعي هو صار من اهم الوسائل لخلق اذا بدك الفرص لحتى تستمر المؤسسات. نحن بنعرف انه اللبنانية يعني هيدا الظرف اللي عم يمرقوا فيه هو ظرف عصيب، ولا مرة مرق اللبناني بهيك ظرف واحتاج مرة ومرتين وثلاثة، خصوصا المؤسسات الكبيرة، انه تمد ايد يعني تمد الايد او تعلي الصوت انه دخلكم ساعدونا تنستمر.
بس شو بدنا نعمل؟ وضعنا بهيدي الفترة بيستدعي بهيدي المرحلة انه نوقف حد بعضنا، مثل المريض اللي بحاجة لعلاج، إذا ما أعطيتيه دواء بيموت، بقى نحن لحتى ما تموت مؤسساتنا، لحتى ناسنا ما تنهان، لحتى نضلنا حاسين انه لازم نكفي، كانت هيدي الصرخة بهيدي الأزمة الاقتصادية. وصدقيني ما حدا عم بيقصر، إن كان الزحالنة أو إن كان من برات زحلة، في ناس إجوا من بيروت خصوصا هلأ ليشاركوا معنا، وفي عنا مساعدات أو دعم من أصحاب وأصدقاء هن للجمعية، حطوا إيدهم معنا وعم يتفاعلوا قد ما فينا، عم ننشر الخبر قد ما عم بيكون في ناس عم بتساند. وبتمنى أنه نوصل للتارجت اللي هو 150,000 دولار، واللي نحن تقريبا لهلأ صرنا مجمعين 60,000 دولار. أنا بعول على كل المنتشرين وكل المقيمين وعلى كل بحصة بتسند خابية وعلى فلس الأرملة وعلى كبرتنا وعلى حفاظا على كرامة عيالنا وختياريتنا أنه نحن نساعد. عنا أكثر من وسيلة، رح أختصر لك إياها. عنا الأبسط والأقل، إذا بدك بدي بلش فيها، 1104 باتصال أو برسالة فيها كلمة واحدة بيقدروا يساعدوا بدولار أو ب100,000 ليرة. فينا عبر الويب سايت www.stuhbeirut.org بيقدروا يفوتوا يتبعوا كل التعليمات، لحتى يعني باي كارت أو كريدت كارد دغري بيوصل لهم شكر من قبل الجمعية. في عبر التحويل عبر البلون بانك، رقم الحوالي موجود. في عبر OMT باسم سطوح بيروت، وفي عبر الأرقام اللي عم موجودة على الشاشة، وكمان فيهم يزورونا بمكاتبنا بكره بزلقة سنتر بروموناد الطابق الثاني. وانا معوله على كل اللبنانيه، كل اللبنانيه، هيدي الدار فيها من كل الطوائف، هيدي الدار مش بس لزحله، هيدي الدار لكل انسان بحاجه لراحه وما عنده حدا لحتى يكون موجود فيها. وصدقوني انا بدعيكم لزيارتها، رح تشوفوا قديش هدول الناس مبسوطين، وقد ايه هالدار نظيفه، وقد ايه هالدار فيها عنايه، وقد ايه هالدار محافظه على كرامه الختيار. سؤال اخير، بظل الظروف الصعبه اللي كنا عم نحكي عنها، قد ايش مهم فلس الارمله اليوم بالتبرعات؟ قد ايش مهم فلس الارمله اليوم بالتبرعات؟ طبعا هو اللي بيعمل فرق. ما نحن كل ما بنكون كتار كل ما بتكتر البركة، شو ما كان الموضوع، شو ما كان المبلغ اللي عم نساعد فيه رح يعمل فرق، مجرد ما يطلع من قلبه للإنسان. أنا قلت من شوي، الكرم مرجلة، العطاء مرجلة، العطاء إيمان، العطاء طريق لتنفيذ نحن ديانتنا وإيماننا وواجباتنا تجاه الآخر. بقى أي شيء بيعطيه الإنسان بيقدر يساعد خيه الإنسان، رح يعمل فرق بحياته وفرق بحياة الآخر. بقى ما تترددوا شو ما كان المبلغ. شكرا لك الست داليا داغر، ويعطيكم ألف عافية. وطبعا نحن مستمرين بهذا التليتون، يعطيكم ألف عافية. فاصل أول ونعود بعدها. أنفي على خارطة السياحة البيئية والثقافية والتراثية للترويج لها محليا ودوليا. ماريا يمين، عبالكم تقضوا نهار من العمر بشمال لبنان؟ مشوا معنا على أنفي أو أنفوريني. صور أبلغ من الكلام عن هالمنطقة اللي بتذكرنا بجزيرة سانتوريني اليونانية. ورا هالبعد الجمالي كله كان ستامين جعل المنطقة تعرف تاريخياً بأن عاصمة الملح اللبناني أو الذهب الأبيض. قبل 75 كان لبنان بده 50,000 طن ملح بحري وممنوع الاستيراد. أنفا واحدة كانت تعطي 35,000. هلأ حاليا من بعد 75 طبعا وقفت كل المصالح. لما رجع الاقتصاد والصناعة شوي 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 رجعت هي ببطء، ولكن كان طغى الملح المستورد وأخذ السوق. الأهالي خبروا الهوى من العمل بالملاحات، ونظراً لأهمية الإنتاج الحرفي وعلاقته المباشرة بتراث المنطقة، أربع ملاحات لا تزال تنتج الملح على الطريقة التقليدية مع عامل أساسي هو تطوير المنتجات. نحن بننتج عنا الملح الخشن وملح الزهرة اللي هي توب تبع الملح، وهلأ عن جديد بلشنا ننتج كمان ملح منكه مع
زعتر وبهار والليستة طويلة للأكل، وكمان ملح مفيد للبشرة. يعني الملح اللي بيطلع عنا هو مفيد للبشرة، سواء عم نعمل منتجات تجميلية لتقشير البشرة، لتقوية البشرة، لتقوية الشعر، ومريحة للأعصاب. هو ملح مخلوط مع زيوت طبيعية ونكهات طبيعية. الملاحات بيستوقفكن دير سيدة الناطور اللي ترمم مرات عديدة على مدى القرون الماضية، وبعد الدير بتكمل جولة السياحة الدينية لتشمل ثلاث كنائس بمحاذاة الشاطئ بتشير للحضارات العديدة اللي مرت على المنطقة: كنيسة القديسة كاترينا اللي بناها الصليبيين، كنيسة مار سمعان ومار مخاي اللي بتعود للعصر البيزنطي، وعند بداية رأس القلعة كنيسة سيدة الريح الأشهر، وهي أول كنيسة على اسم العذراء مريم ببلاد الشام. وما فيكن ما تكفوا وتزوروا القلعة الأثرية العائدة لفترة الحملات الصليبية اللي هدمها المماليك، لكن أساساتها لا تزال ظاهرة وبتتميز بالخندق المحفور بالصخر والمنقوش بكامله بالمطرقة والإزميل. هالخصائص المتنوعة أدت لإدراج معالم أنفي عام 2019 على قائمة التراث العالمي، والسنة أدرجت وزارة السياحة نطوق رأس الملاليح ونطوق رأس القلعة ومنطقة دير الناطور على الخارطة السياحية البيئية الثقافية والتراثية للترويج لها محليا ودوليا. احنا بتعرفي بأنفي في مشروع لمحمية بحرية من أجمل المحميات حتكون بلبنان، عم نشتغل عليها مع المجلس النيابي. هلا أكيد موضوع الملاحات أساسي، وأي شيء بيحمي هذه الملاحات وهذا الموقع الجميل نحن رح نستعد نشتغل عليه. أنفي نحن ما عم نحطها على الخريطة السياحية، موجودة على الخريطة السياحية، إنما نحن بدنا نعطي أكثر ونضوي على المواقع الأثرية الموجودة بأنفة، ونقدر نشوف كيف فينا نعطيها أهمية، وهذه ضمن المشروع نحن لازم نكمله. بس كمان بدنا نشوف كمان كيف فينا نطور مشاريع القطاع الخاص بدون ما نأذي القطاع العام. نهاركم بأنفة ما بيخلص من دون تذوق أطيب لقمة بأحد المطاعم الممتدة على الشاطئ مع تأمل صفاء البحر. وقد ما نخبركم عن جمال أنفة مش كافة، لأنه الحكي مش مثل الشوفة. مراقبون دوليون إلى لبنان في تاريخ اليوم. ب 11 حزيران 1958 قرر مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين دوليين للبنان بعد انفجار الأزمة بين الرئيس كميل شمعون ومعارضي، بإطار أحداث ما عرف بثورة 1958 يلي شكلت بروفا لحرب العام 1975، ويلي اندلعت بعد الوحدة يلي تمت بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة. وبظل الصراع الإقليمي بين الناصرية المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي وحلف بغداد المقرب من الغرب، فاصل ثاني ونعود بعدها. حال الطقس مع بولين. بونسوار. طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على أنه تعاود الارتفاع الثلاثة. جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعقار عم بتسجل 25 درجة، طرابلس 26، بيروت 25 درجة، وصور 26 درجة. مننتقل لبعلبك أيضاً 26، اللقلوق 21 درجة، زحلة وجزين عم بيسجلوا 26 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً بتوصل لل 70%. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بتتراوح بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، وحال البحر منخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. للتنين جونا غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي بتبقى دون معدلاتها الموسمية وعم بتسجل أقصاها 25 درجة ساحلاً. لنهار الثلاثة جونا غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتسجل 27 درجة. للأربعة والخميس جونا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بتسجل 28 درجة لنهار الأربعة و27 درجة أقصاها لنهار الخميس. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير.
يعطيني شوية. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.